صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. عملت ايه مع مدام ليلى؟ ما عرفتش اوصل معاها لحاجه. حاولت الف لها الموضوع بطريقه انها ما تبانش، بس هي مركزه زياده عن اللزوم. وبعدين طيب؟ هلاقي سكه ما تقلقش. انت بس الناس اللي معاك ايه؟ تمام ولا ايه؟ مش هيبقوا تمام ليه؟ احنا هنبصلهم نص مليون جنيه من الهوا. في حد يقول فلوس؟ لا. خلاص يبقى انا هظبط ليلى. بس انا بره الموضوع طول الوقت. ما تترعبش قوي كده. ترجع هي بس من الاجازه وانا هخلص الحكايه كلها. طب انجزي عشان كل ما طالت كل ما باخت. هتقصر وهتخلص ما تقلقش. انا لولا. اما نشوف. مش هتيجي النهارده كمان. ازاي؟ اتصلت بيا وقالت لي اعمل لها النهارده وبكره اجازه. بنتها عندها مشكله. مش نافع كده يا لولا، مش نافع. الوقت عمال يعدي بينا، كل ما الوقت عدى على موت الراجل الموضوع هيبقى اصعب. مش هعرف اصرف لاولاده حاجه. ونعمل ايه يا محسن؟ هو بمزاجي. انا كنت مستنياها النهارده عشان اخلص معاها الموضوع. وتستنيها ليه يا ستي؟ الله، ما تروحي لها البنت تخلصي معاها هناك. هي مش تبقى خالتك؟ لا طبعا ما ينفعش، هتاخد بالها لو عملت كده. مش هتفرق يعني النهارده من بكره؟ تفرق يا لولا، بتفرق. ساعه واحده بتفرق. خلاص اخرنا بكره. اكتر من كده وهكنسل الموضوع دار ما دخلك شر. انا مش ناقص مشاكل. حاضر يا محسن. وبعدين كويس قوي ان هي مشغوله في مشكله بنتها دي عشان ما تبقاش مركزه معاكي اصلا. ميرسي يا لولا، تعبتك معايا. على ايه يا طنط؟ ده تعبك راح. انا قلقانه على مالك قوي يا طنط. عين يا ليلى، انت لازم تذبحي فدوى عشان خاطر البت دي. دي حكايه بسيطه ومشكله كده مع جوزها. بص يا اختي، انت عارفه ان انا خاف عليكي وعلى عيالك زي ما بخاف على عيالي بالظبط. طبعا يا عفاف. الورقه دي يا لولا. ورقه ايه طنط؟ انا مش قلت ان حسين ما ياخدش اجازات لحد ما يخلص الشغل اللي متاخر عنده؟ عنده مخد. اللي تشوفيه طنط، اللي تشوفيه. يظهر كيس سودو منيل يا لولا، يظهر كيس سودو منيل. عرفت ازاي؟ زي ما بقول لك، شافت الورقه وقعدت تسالني ايه دي وتجيبني يمين وشمال لحد ما اضطريت اقول لها. الله يخرب بيتك يا شيخه، انت خسرتي. طبعا، امال يعني هقول لها اني عملت كل ده لوحدي؟ يا دي النيلة عليك يا لولا، يا دي النيلة. يا دي النيلة عليا انا؟ ليه؟ هو انا اللي كنت علمتني امشي في السكة دي ولا انت؟ دي كانت هتفضحني، دي كانت هتتصل بالبوليس يجوا يقبضوا عليا من جوه بيتها. وسابتك ازاي؟ هتعيط لها واتحايل عليها واترجاها. وبعدين؟ وبعدين اقترحت عليها انها تاخد هي نص الفلوس وانا وانت ناخد النص التاني. نعم يا اختي، سمعيني تاني كده وناني. مدام ليلى الشعراني اللي بقالها 19 سنة في الشركة، يا ما رفضت ناس عشان عمولات 1000 و2000 جنيه، انت عرضت عليها فلوس ووافقت. ما هي في الأول ما كانتش موافقة طبعًا، ما كانتش راضية خالص، بس أنا كنت عارفة من قبل كده إن هما مزنوقين في فلوس، فقعدت أغريها بالمبلغ وأتحايل عليها، وافقت، بس قالت لي دي آخر مرة، ولو ده حصل تاني هرفدك وهحبسك أنتي ومحسن. أنت بتهرتلي صح؟ لو أنا بهرتل، الورقة دي مش بتهرتل. اصرف الفلوس الأول وهات نصيبي أنا وخالته عشان أديهولها. حاضر. حاضر يا لولا، هجيبهم لك. بس عايزين نهدي الجو اليومين دول خالص عشان ما نوعش وسكننا تكتر. ايوه كده، هو ده عين العقل. استرها معانا يا رب. الحمد لله على السلامة. اتفضلي. جهزت الفلوس؟ مالك داخلة سخنة على الشغل قوي كده ليه؟ ما أنا خايفة لحسن حد يشوفنا، أنا مش عارفة أنا سمعت كلامك إزاي. حد شوفنا إيه بس؟ الشركة على فكرة النهاردة فاضية خالص، اللي موجودين دول رجالتي وتبعي. أنا بقى بعرف أظبطهم. والحرامي الشاطر بيستخبى في الاسم. حرامي؟ أنت فاكرني إيه؟ هتعمليهم عليا ولا إيه؟ خلاص بقى، هاتي، هاتي الورقة هاتي. لا، هات أنت الفلوس الأول. تاني يا لولا؟ بيخونني تاني؟ على فكرة الموضوع ده حازز في نفسيتي قوي. حازز؟ لا ما تقلقش، اذن الصرف اللي معايا مكتوب عليه مضاد للحزازيه. ماشي، بس خلي بالك انا لحد دلوقتي بدفع الفلوس دي كلها من حسابي، لحد دلوقتي ما صرفناش ولا مليم. المبلغ المره دي كبير قوي. خلاص
بلاش ما دام انت مش عايز. لا بلاش يا لولا والله، اهدي كده وصلي على النبي، الفلوس موجوده ما تقلقيش. اتفضلي. اتفضلي يا ست، فلوس اهي. انت تقديم كمان ولا ايه؟ اجيب لك مكنه تعد عليها؟ انا مش بعد عشاني، انا لو عليا واثقه فيك، انا بعد عشان خالته. انا مش عارف طلعت لنا منين دي رخره. سبحان الله، كانت رسمة علينا دور موظف الامين فشر شاديه في فيلم مرات مدير عام. هو انت ما تعديش عليا غير لما ابعت لك؟ ها؟ عملت ايه مع اللولا؟ اللولا حاف كده؟ خلاص يا ستي، الرئيسه مدام ليلى هانم اللولا. حلو كده؟ كلمتها. وبعدين؟ حصل ايه يعني لما كلمتيها؟ الله، ما تتكلمي يا لولا وانا اشد من بقك الكلام. ما هو الكلام مش حلو، عشان كده مش عايزه اديهولك في وشك مره واحده على الصبح كده. ليه؟ هو كنت قالت لا؟ طلبت زياده. زياده؟ يا نهار اسود، ده احنا على كده مش هتطلع لنا اي حاجه. ما انا قلت لك ان هي ست طماعه. طماعه ايه بس؟ دي حراميه رسمي، وكانت رسمه بس علينا الدور وعامله لنا فيها حكم ضرب محافظه. انا قلت لها انه مش هينفع، وان احنا كده ممكن نلغي الموضوع خالص. لا لا، نلغي ايه بس يا لولا؟ امال هنعمل ايه؟ نرمي نفسنا في النار يعني علشان شويه فتافيت؟ فتافيت فتافيت، هو احسن ما فيش. انا كمان وعدت الناس ان احنا هنخلص. وهنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا، هنديها اللي هي عاوزاه وربنا ينتقم منها. الشركه كانت مضلمه من غيرك يا مدام ليلى. متشكره قوي يا استاذ جلال، بس ينفع كده؟ ما مضيتش ولا قرار من ساعه ما قمت بالاجازه، انت وكيل الاداره يعني بدالي. لا يا فندم، انا كل الشغل المتعطل مضيته حضرتك اول باول، حتى اسالي الانسه ليلى. ادخل الاستاذ كامل، خليه يتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك. من فضلك، دول مجموعه بوالص فيهم شويه مشاكل، عايزين راي حضرتك فيهم، لان الاستاذ جلال ما كانش بيبص لحاجه خالص. طب حطهم هناك وتعالى اخر النهار خد اللي انا خلصه. اوكي. طب استاذن يا فندم. اتفضل استاذ جلال. خير يا كامل، في ايه؟ من فضلك ما عدتيش تغيب عننا تاني، لان الدنيا واقفه خالص. متشكر قوي، اتفضل. لولا خدي الملفات دي ورتبيهم حسب الاهميه. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. لا لا لا، انا زعلان جدا جدا. ايه الغيبه دي كلها؟ كل دي اجازه؟ وحشتينا يا ست الكل. متشكر قوي، كلك ذوق. بقول لحضرتك ايه، الحكايه المره دي يعني مصمصه كده وناشفه شويه، كنت طمعان كده انك انت تاخدي معانا حبتين. حكاية ايه اللي مصمص؟ استاذ محسن حرام عليك، الاستاذة لسه جاية، مش معقول تخش عليها مرة واحدة كده بالشغل واللي مش شغل يعني. استني يا لولا، ايه الحكاية يا استاذ محسن؟ الحكاية والرواية يا خالته مفيش حاجة، ده استاذ محسن كان عنده شقة عارضها للبيع، وانا فكرت ممكن نشتريها لمازن ودعاء، وبعدين لقيت السعر غالي قوي. ايه ده؟ هي الاستاذة ما عندهاش أي خلفية عن الموضوع؟ لا ما عندهاش خلفية عن الموضوع، انت مش كان ليك المصلحة تخلص وخلاص؟ أنا آسفة أوي، مازن ودعاء هيقعدوا معايا، اصلا ما اقدرش اشتري شقه دلوقتي. خساره، كانت هتبقى شقه حلوه قوي. يلا معلش، يلا على السلامه. اتفضل. انت ليه ما قلتليش على حكايه الشقه دي؟ ما عشان انا في الاول كنت فاكراها لقطه، وبعدين لما عرفت سعرها لقيتها غاليه قوي، وكمان لقيت دعاء فرحانه انها هتقعد معاكم في الفيلا، قلت خلاص بقى بلاش ادوشك بموضوع ملوش لازمه. انت بتقرطصيني يا لولا، خدت فلوس كلها لنفسك والست طلعت ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع. انت ليك اكل ولا بحلقه؟ انت مش خدت نصيبك وترديت؟ ايوه، لكن انت خدت اكتر من حقك بكتير. وانت مالك؟ الله، بتبص في طبق غيرك ليه؟ كل واحد وشطارته. شطاره؟ ده نصب، دي سرقه. انت كده سرقتيني يا لولا. وانت بتسرق الشركه يعني، من سلقط لملقط لقبض لارواح. هدي نفسيتك كده يا محسن واحسبها صح علشان ما تروحش في داهيه. يا مجاحتك يا جبروتك، انت كمان بتخوفيني بدل ما انت اللي تخافي. وانا خاف من ايه؟ هو انا اللي امضيتي على الورقه؟ انت اللي هتخش السجن يا محسن. بقول لك ايه، احمد ربنا انك بتبات في بيتكم. تسرق الشركه اللي طول عمرك بتشتغل فيها؟ هي كانت شركه امي. سرقها، طالما مش مديني حقي خلاص. كل يوم الوف وملايين رايحه جايه تحت ايدي، كل انا بعمله ان انا بمضي عليها وخلاص. وضميرك وربنا وحسابه والسجن اللي هتخشه. بقول لك ايه، انت فاكراني تلميذ ولا ايه؟ سجن اللي هخشه انت اللي ماضي على اذن الصرف، انا بس مجرد رجعته من الناحيه القانونيه، يعني كبير لي 3 ايام خصم ب 400 جنيه. انا ممكن اتغاضى عن الغلطه دي بشرط
ترجع الفلوس وانقلك لقسم تاني. شكلك كده عاوزه تلبسي الجلابيه البيضاء يا مدام فوقي. فوقي انت اللي مسؤوله، ولو اتكلمتي في الموضوع ده تاني انا اللي هبلغ عنك وانا اللي هحبسك. مالك يا ليلى؟ في ايه؟ مفيش. امال قاعده لوحدك كده ليه؟ مخنوقه وعايزه انام. ليلى انت لسه زعلانه مني؟ ايوه وعايزه انام. ممكن؟ طب ما نتكلم احسن، يمكن لما نتكلم تخرجي من الحاله اللي انت فيها دي. ماليش نفس. وبعدين في الاخر انت ما بتسمعش غير لنفسك، ورايك هو الصح في الاخر. فخلينا ساكتين احسن. اوعدك اني اسمعك وبجد. انت شكلك رايق النهارده قوي، وانا الدنيا مقلوبه فوق دماغي. سيبني في حالي وخليك في حالك. ما هو ما ينفعش كده يا ليلى، شكلنا بقى وحش قدام الاولاد. اه قولي بقى ان الولاد هم اللي فارقين معاك، انما انا مش مهم. على كل حال انا متضايقه من حاجه تانية خالص، حاجه في الشغل. اه طيب قوليها، مش هتخسر حاجه، يمكن اقدر اساعدك. عايزني اقول انا شكلي هيخش السجن؟ ارتحت يا عاصم؟ انا دلوقتي مزنوقه في حته وحشه جدا، لو سكت هبقى عارفه الغلطه وسكت عليها، وبعد فتره لو اتكشفت محدش هيصدق ان ماليش يد في السرقه. ولو اتكلمت ما حدش هيصدق انك مضيتي على الورقه من غير ما تعرفي، وفي الاخر دي مسؤوليتك انت مش حد تاني. لو سكت غلطانه ولو اتكلمت غلطانه، طب اعمل ايه؟ هو لو ما كنتش انت اكتشفتي الحكايه دي كان في حد تاني ممكن يكتشفها؟ مدير مثلا او مراجع او اي حد؟ فاتت عليهم كلهم، لانهم كلهم بيسخوا في رايي وعارفين ان انا ماليش في العك ده. طيب امال مكبره الموضوع ليه بقى؟ خلاص يا ستي طنشي. والفلوس اللي دفعتها الشركة مش حرام دي؟ في حاجة منهم دخلت جيبك؟ انت بتقول ايه؟ ولا مليم طبعا. طيب امال عايزة تفضحي نفسك يعني وتخش السجن عشان خاطر عيون الشركة؟ طب ومحسن ده بيشتغل تحت رياستي، هشغله ازاي وهو ماسك عليا زلة؟ محسن ده بقى هو راس التعبان. بصي مفيش حد بيغلط مرة واحدة، اكيد هيبقى له غلطات كتير. استني بقى كده عليه لما يغلط غلطة بعيد عنك، امسكيها عليه واعملي فيه اللي انت عايزاه. يعني أمين يعني؟ وإيه يعني؟ ما تعرف وأنا مالي؟ أنت فاكرني عيلة صغيرة هخاف لما تقولي هقول لخالتك؟ بقولك يا لولا، لو ما جبتيش الفلوس اللي خدتيها مني كلها على داير مليم أنا هدمرك، هوديكي في 60 داهية وهحبس خالتك. مفيش فلوس، دي دخلت الخزنة خلاص. اما بقى بالنسبه لخالتي فيلا اتكل على الله. انت مستني اذني ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انت بتضحي بخالتك كده عادي؟ لا طبعا انا اضحي بامي. سيبك بقى من الكلام الفارغ بتاع العيال ده وفهمني، ظبطت معاها الشغل الجديد ولا لسه؟ مالكيش دعوه، الكلام ده ما يخصكيش، من هنا ورايح مالكيش شغل معايا تاني ابدا. انت زعلت ولا ايه؟ طب بص بقى انا معاكم وفيها لخفيها. الراجل مستعجل. ها خلصي، اخترتي ايه؟ السجن والفضيحة ولا موافقة؟ الراجل هيدفع كام في الشغلانة دي؟ اهلا. طالما اتكلمت على الفلوس يبقى خلاص موافقة. مش لازم اعرف الشغلانة تستاهل ولا هوسخ ايدي على الفاضي. الراجل هيدفع 200,000 جنيه. انت تستعبط؟ ورق العربيات اللي انت جايبه يعمل مليون جنيه. خلاص نخليهم 300,000. ليه فيهم 200؟ ما ينفعش، النص بالنص. انا المسؤوليه كلها عليا. وانا كمان جايب الراجل من طرفي. يا مدام خلاص بقى، وافي بقى واتكلي على الله، بارك الله فيما رزق. بس على شرط، يجي قدامي ويدفع قدامي. انت مش مستأمناني بقى على كده. وبعدين الراجل كده ممكن يخاف. هو ده شرطي، لو كان عاجبك وعاجبه. اتفضل يا طاهر. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا. اهلا طاهر باشا، اتفضل مكتب مكتبك. يا اهلا وسهلا. طب يا ليلى اتفضلي انت بقى، ولو عوزت حاجه هندهلك. اتفضل؟ لا انا مش هتفضل،
أنا موجودة في القعدة دي. نسيت أقول لك يا مدام ليلى، لولا تبقى الطرف الثالث بتاعنا. أنت يا ليلى؟ طب ليه كده؟ هو إيه اللي ليه؟ ما إحنا في الهوا سوا. على الأقل أنا معذورة لإني محتاجة فلوس. أنت بقى بتعملي كده ليه؟ امشي اطلعي بره. مش طالعة غير أما آخد حقي. الله، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هي الحكاية اللي بيشت ولا اسم محسن؟ طب خلاص خليها وقت تاني. لا لا، وقت تاني ايه بس يا طاهر بيه؟ الله، ما تستهدوا بالله يا جماعه، ما نبوظناش شغلانه بقى. انت معاك الفلوس؟ معايا الفلوس يا فندم. وعارف احنا هنعمل ايه عشانك؟ هو حضرتك لسه هتعملي علشاني؟ هو الموضوع ما خلصش ولا ايه؟ ايه لزوم الكلام ده بس؟ الجاريه الرئيسه، ما احنا مجهزين كل حاجه. طلع فلوسك وانا همضي لك على اذن الصرف. بسيطه جدا يا فندم، اتفضلي حضرتك الفلوس اهي. كله يثبت مكانه. ايه ده؟ وفي ايه يا رئيسة؟ مباحث اموال عامة. لما لولا دخلت علينا ما بقتش عارفة اعمل ايه. والمصيبة ان كل كلمة كانت بتثبت التهمة عليها زيادة. انت زعلانة عشان لولا؟ طبعا يا عاصم، مش بنت اختي؟ دي هتدخل السجن بسببي. لا طبعا مش بسببك، بسبب اللي عملته. كده بقت الصورة واضحة زي الشمس. هي اللي مضتك على الورقة الأولانية اللي وقعتك في المشكلة. قالت كده في التحقيق. البنت كده خلاص مستقبلها راح. ما بلاش تبطك اللي ملهاش معنى دي. دي كانت هتدخلك السجن في حاجه انت ما عملتهاش. دلوقتي زعلانه عشانها. يا ليلى يا ليلى يا ليلى. ايوه يا عفاف، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتعملي فيا وفي عيالي كده ليه؟ قسمتك في ورثك ولا كنت باكل وبمسح في راسي؟ استني بس يا عفاف افهمك اللي حصل. هتفهميني ايه؟ هي عايزه فين؟ دخلتي البنت الغلبانه السجن بدل ما تدخل دنيا، دخلتيها السجن. منك لله يا ليلى يا اختي. لا اختي ايه؟ انت من النهارده لا اختي ولا اعرفها. ممكن افهم انت عايزه ايه بالظبط؟ الكلام ده لا هيقدم ولا هياخر. انت فاهم ايه يا دكتور؟ فاهم اللي جاي يعتب عليكم؟ انا عارفه ان ما ينفعش معاكم العتاب. أنا جاي ياخد بنتي التانية قبل ما تحبسوها. يا دعاء تعالي لأمك. يا دعاء تعالي يا دعاء. يا دعاء أنت كده ملخبطة الأمور على بعض. أنا ذنبي إيه في اللي ماما عملته؟ ذنبك إن مامتك ما عملتلهاش خاطر. مامتك ما فكرتش فيا ولا فيك وهي بتدخل أختي لولا السجن. أنتوا بس اللي هتعرفوا القرابة ولا العيش والملح. يعني هي دي الطريقة اللي إحنا بنتفيد أهلي بيها مشاكلنا يا دعاء؟ هو أنتوا عندكم دفاع ولا عهد ولا وعد؟ يا ضد أنت قاعدة بتولعيها. يا دعاء عاجبك اللي مامتك بتقوله ده؟ أنا بقول كلام لا يرد ولا يجيب، إنما مامتك جابت الناحية. يا عفاف استهزي بالله، الولاد مالهمش ذنب في اللي حصل. منك لله يا بنت أمي وأبويا، منك لله. يلا يا ماما يلا. دعاء أوقفي كلميني زي ما بكلمك. لو عايز تتكلم معايا تيجي تتكلم معايا عندنا، لكن أنا هنا ما بقتش أطمن على نفسي في وسطكم. أيوه ما بقتوش قدامنا، ما يمكن يخرجوكم من هنا بسرية. يلا يا حبايبي يلا. يا دعاء ما ينفعش كده. عاجبك؟ أنت ما فكرتيش فيا؟ فكرتيش ان اللي انت عملتيه ده ممكن يهدي حياتي مع دعاء؟ انا اسفه يا مازن، بس والله ما اعرف ان لولا ليها دخل في الموضوع.